بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 6 في مادة الإنتاج، وهي المحاضرة الثالثة لينا في الأونلاين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على عمليات السباكة، وبالأخص هنتكلم على أدوات اللي بنستخدمها في عملية الساند كاستنج. فالميتال كاستنج بروسيس هي عملية السباكة، إحنا بننتج البارت اوف ديزايرد شيب، البارت اللي احنا عايزين ننتجه بشكل او بجيومتري المطلوبه، عن طريق ان انا بعمل ميلتنج للميتال، بصهر المعدن، وبعد كده اعمل عمليه بورنج. بورنج يعني صب في مولد. مولد ده اللي هو القالب. القالب دوت بيبقى فيه كافيتي، يعني فراغ واخد نفس شكل الجيومتري بتاع الشكل اللي احنا عايزين ننتجه. بعد عملية الصب بننتظر لغاية ما المعدن يحصل له كولينج أو سوليديفاي أو سوليديفيكيشن، المعدن بتاعنا يتصلب ويخرج المنتج بعد عملية السوليديفيكيشن. فالبارت اللي تم إنتاجه بالطريقة ديت ده بنسميه كاستنج، اللي هو المسبوك بتاعنا. أنواع السباكة ممكن تبقى سباكة رملية، أو سباكة في قوالب، في قوالب دائمة، أو سباكة الشمع، أو لوست فوم هاي بريشر سنتريفيوجل كاستنج. دايما الهدف أو الاسم بتاع الكاستنج بيعتمد على نوع القالب أو الطريقة اللي بنتجه بيها. مثلا في طريقة السنتريفيوجل كاستنج تبقى السباكة عندنا في قالب بيدور، وبالتالي فبنسميها سباكة الضرب المركزي. في الساند كاستنج فالقالب اللي احنا الشكل بتاعنا موجود او محفور فيه بيبقى قالب مصنوع من الرمل، وهكذا بقيه الاسماء بيتم تسميتها على حسب القالب بتاعنا شكله عامل ازاي. طبعا تطبيقات الكاستنج هنشوفها فين؟ هنشوفها في الترانسبورتيشن بايكلز، اللي هي العربيات او السيارات، او في الايركرافت انجن بارتس، في التربين بينز، الريش بتاعه التربينات، لو حتى مثلا راح على طريق الزعفران ولا حاجه، لان احنا في هناك الهواء في المنطقه دي شديد، فبيتم استغلاله عن طريق ان احنا بنعمل تربينات رياح. فهنلاقي ان البانز بتاعتنا بيتم تصنيعها عن طريق الكاستنج. الريلوي كروسنج اللي هي الدقالات بتاعه السكه الحديد، لما نيجي نبص على شريط السكه الحديد هنلاقي ان الخط نفسه او القضبان نفسها بتتصنع من هاي سيكشن، دي بيتم تصنيعها عن طريق عمليات رولينج وبنسميها بروفايل رولينج. انما الخطوط الحديد ديت نفسها، خطوط السكه الحديد نفسها، بتحتاج ان احنا نركب لها تكتلات، دي بنسميها ريلوي كروسنج، دي بيتم تصنيعها عن طريق الكاستنج. مميزات الكاستنج ان هو دايما ممكن يدج لنا البارت از وان بيس، دي طبعا المنتج بتاعنا شكل قطعه واحده. في حاله الهيفي بارتس او الاجزاء الثقيله فبنتجه الى الكاستنج. على سبيل المثال الاجراس، الجرس، في اجراس ضخمه في الكنائس الكبيره، لما هيجي يصنع الجرس نفسه، الجسم بتاع الجرس، بيتم تصنيعه عن طريق عمليه السباكه. في بعض المعادن صعب ان احنا نعمل لها عمليه تشكيل، اللي هي عمليات الفورمينج، وبالتالي بصهرها، بعمل لها ميلتنج وبصنعها عن طريق الكاستنج، زي الكاست ايرون، هو بيبقى ماده بريتل، وبالتالي فبيبقى صعب ان احنا نعمل تشكيل، وبنتجه الى عمليات الكاستنج. بنستخدمه في حاله الماس برودكشن، لو عندنا انتاج كامل، وخاصه في مصانع الحديد والصلب اللي موجوده في حلوان او في التخيله او في العين السخنه، فهنلاقي ان في عندنا السباكه المستمره، هي دي اللي بتتم تصنيع الصلب او الكاست ايرون منها عن طريق الفرن العالي، وان احنا بنستخدم البيك ايرون والسكراب، دي يعتبر عصب المنتجات الصناعيه يعني في اي بلد. برضه في الكاستنج بقدر ان انا اعمل كومبلكس شيب، لو في عندي تفاصيل كتيره ممكن ان انا انتجها عن طريق عمليات الكاستنج. طب ايه هي الديس ادفانتج بتاعت الكاستنج؟ انا محتاج ليبر، محتاج عماله، عشان خاطر انا بعمل دلوقتي ميلتنج في درجات حراره مرتفعه،
ما ينفعش ان انا اسيب الموضوع اوتومايزد، لازم يبقى في عندي عماله يعني يركزوا مع العمليات بتاعه الكاستنج الى جانب الهاي تكنولوجي برودكشن لاين. في حاله الهاي ميلتنج بوينت ماتيريالز او ميتالز بيبقى التكلفه بتاعه الكاستنج عاليه، لان انا محتاج دلوقتي اجيب افران وابدا اعمل صهر بدرجات حراره مرتفعه، واحيانا الماتيريال بتاعتي لو الميلتنج بوينت بتاعت عاليه قوي، فيفضل ان انا ما اتجهش للكاستنج واشوف طريقه اخرى من عمليات الانتاج. الدايمنشن اكيورسي يعني الدقه بتاعت الدايمنشن بتاعتي، نتيجه ان انا بعمل دلوقتي بنصهر المعدن ونصبه في قالب، فبيبدا هو بيبرد بيحصل له شرينكج، بيبدا ينكمش، وبالتالي فالاكيورسي في الدايمنشنز اللي طالعه ما بتبقاش عاليه قوي. السيرفس فينش يعني جوده السطح، غالبا السطح اللي بيطلع من الكاستنج بيبقى خشن شويه، محتاج عمليات فينشنج او عمليات تنعيم، الى جانب ان في عندي ديفكتس بتطلع في عمليات السباكه. يعني على سبيل المثال ممكن اجي اصب المعدن وهو منصهر، الاقي المعدن دوت اثناء عمليه الصب ممكن يحصل له تصلب، وممكن الشكل اللي طالع عندي في عمليات الكاستنج يطلع غير مكتمل. الى جانب رقم اربعه اللاونسز، اللاونسز اللي هي السماحيات، يعني بعمل حساب ان في عندي شرينكج فبضيف على الابعاد بتاعتي، لو انا عايز بارتر تبقى 5 سم او لا نخلي 5.5 سم في التصميم عشان خاطر ده لسه هيتكمش، بحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها درافت اللونس، يعني البارت عشان اقدر اطلع البتر من النموذج من الرمل، ما ينفعش يكون البتر عدل، لا ده انا بخليه جاي وكأن في زاويه من 1 إلى 3 درجات عشان اقدر يبقى فيه سهوله في استخراج الباترن، فبيتم إضافة الدرافت اللونس للفيرتيكال دايمنشنز الأبعاد الرأسية اللي عندي. محتاج إن أنا أعمل ماشينينج اللونس، لو السطح بتاعي محتاج إن هو يكون ناعم فأنا محتاج إن أنا أزود اللونس بتاع التشغيل على الأطوال اللي عندي، وكل دي اللونسز بيتم إضافتها أثناء تصميم الباترن قبل ما ابدا عمليه الصب. احنا هنتكلم النهارده على الساند كاستنج، وهنتكلم على الادوات اللي بيتم استخدامها في الساند كاستنج. الساند كاستنج المقصود ان انا بستخدم الساند از مول او كمولد ماتيريال، ان القالب اللي انا بصب فيه بيبقى مصنوع من الرمل. طبعا الرمل ده اكيد ليه خصائص معينه، يعني مش هينفع مثلا اجيب رمل ناشف واقول انا هعمل منه قالب، لا ده لازم يكون في نسبه بلتشر او نسبه رطوبه، لازم يبقى ليه سترينث متانه معينه، لازم يقدر يستحمل الحراره بتاعه المعدن الصاهر، كل دي خصائص محتاجينها في الرمل. فالساند كاستنج ما هوش يعني مصطلح ساذج، لا احنا بيبقى في مواصفات معينه في الرمله اللي احنا بنختارها عشان نقدر نعمل فيها عمليه الصب بسلامة ونقدر نخرج المنتج المطلوب. الساند كاستنج احنا بنعمل عملية ميلتنج او ده ميتال، then we pour it into the formed cavity. انا باجي في الرمل دوت وبحط جواه باترن نموذج غالبا مصنوع من الخشب، ولو عندي انتاج كمي فبروح اصنع النموذج ده من الميتال، بحيث ان النموذج الخشب اللي عندي اللي هو الودر باترن الودن باترن دوت بيطبع في الرمل وبيعمل لنا كافيتي، وهي ديت اللي بصب فيها المولتن ميتال. بعد عمليه الكولينج اللي احنا سميناها سوليديفيكيشن، ببدا ان انا ممكن اكسر الرمله واطلع منها الكاستنج اللي عندي. طبعا القالب اللي عندي بيبقى اكسبندبل يعني مستهلك، فبالتالي فانا محتاج ان انا مع كل عمليه كاستنج ان انا بعمل نيو مولد. طبعا في بعض العمليات بنحاول نحافظ على المسبوق، ولكن بتبقى عمليات السباكه يعني ما فيش عندي تفاصيل كتيره، وبيبقى ليها شروط معينه عشان اقدر استخدم نفس المولد. المولدنج ساند is a mixture of sand, clay, water and certain additives. يعني عشان خاطر اجيب الرمله اللي بصنع منها القالب الرملي، هي عبارة عن ميكشر ما بين الساند، كلي ووتر، اند سيرتن اديتيفز.
يبقى الديتيلز ديت اللي هي الإضافات، ممكن تبقى زي الملاس أو يعني حاجة تشبه العسل الأسود. دي فائدتها إن هي بتزود في السترينث وتخلي الترابط ما بين ذرات الرمل تبقى أكبر. الأساس في المولدينج ساند هو السيليكا ساند الـ SiO2، بس محتاج إن إحنا نضيف ليها كلاي. الكلاي ده بيبقى عبارة عن بايندر من 4 لـ 15%. الكلاي ده ممكن يبقى البنتونايت، ده أشهرهم، بيتم إضافته إلى الرمل اللي عندي عشان خاطر أزود الترابط ما بين ذرات الرمل. نسبة الووتر في المولدينج ساند تتراوح من 3 إلى 4% من الوزن بتاع الرمل. يعني الهدف إن الرمل ده لما نيجي نبص للساند مول مش هنلاقيها رملة صفر، لأن إحنا ممكن نلاقي اللون بتاعها بعد عمليات الخلط بالملاس أو بالبنتونايت. هنلاقي إن بعد عمليات الخلط بالإضافات ديت هنلاقي إن الرملة بتاعتنا بقت ليها ألوان مختلفة، ممكن تبقى جراي، ممكن تبقى داخلة يعني على اللون الأسود على حسب النسب اللي إحنا بنضيفها. ويفضل إن أنتم تشوفوا فيديوهات لعمليات السباكة في قوالب الرمل عشان نفهم أكتر الموضوع بتاع الخلط ده. طيب أنواع الرمل بقى، في عندنا موجود حوالي 7 أنواع الموجودين هنا. الجرين ساند اللي هي الرملة الخضراء، ده عبارة عن ميكشر ما بين الساند والكلي والووتر. ممكن نستخدم بايندر قلنا زي الملاس، الكلي ممكن قلنا زي بنتونايت. الجرين مقصود ايه بكلمة الرملة الخضراء؟ هي ان نسبة الرطوبة الميكشر بتاعتنا بتبقى عالية، يعني السيليكا from 18 to 30%، الووتر from 6 to 8%. في نفس الوقت بتبقى الجرين ساند ديت سوفت وبورس، بورس يعني مسامية، بحيث ان الجاز اللي هو اثناء عملية solidification بيطلع جاز من الماتيريال، فتقدر ان هي تسربها بحيث ما يحصلش يعني درجة الحرارة يتم الاحتفاظ بيها، وبالتالي بتضر الخصائص الميكانيكية بتاعة البارت اللي بيتم تصنيعه بعمليات السباكة. طيب الجرين ساند بيبقى فيها نسبة ميتشر أو رطوبة. طيب في عندنا حاجة اسمها دراي ساند. دراي ساند دي بتبقى في عندنا أورجانيك بايندرز، بنستخدم أورجانيك بايندرز بدل أو أكتر من الكلي بنتونايت. والمولد نفسه بنعمل له عملية باكينج أو تحميص، إن إحنا بنحط القالب بتاعنا جوه الفرن لوقت معين عشان خاطر بنتخلص من الميتشر اللي موجودة جواه، فبنسميه دراي ساند. الفيسنج ساند ديت المقصود بيها الأوجه بتاعة الباتر، الأوجه بتاعة المولد اللي تبقى مواجهة للباتر. دلوقتي لما هنيجي نعمل الكافيتي محتاجين إن إحنا نضغط أو نحط الباترن جوه الرمل، فالرمل اللي هي هتبقى مواجهة للباترن بنسميها الفيسنج ساند. طيب لو إحنا عملنا تحميص للرملة بتاعة الفيسنج ساند دي بنسميها اللي هي الباكينج ساند، اللي هو الباك أب فيسنج ساند. الكور ساند دي اللي هي الرملة اللي بيتصنع منها الكور. وإيه هو الكور؟ دلوقتي لو إحنا جينا صبينا المولتن بتاع المولتن ميتال جوه المولد كافيتي، فالمفروض ان هو هيملى المولد كافيتي بالكامل. طب في حاله ان انا محتاج هولو بارتس او محتاج بعض الاماكن يكون فيها دهون، ففي الحاله دي بستخدم ما يسمى بالكور. فالكور ساند هو الرمله اللي بتستخدم لتصنيع الكور، والهدف منها الحصول على هولو بارتس في المسبوك او الكاستنج لاين. بيتم تصنيع الكور ساند من سيليكا والكور بويل. في عندنا حاجة اسمها لوم ساند، تبقى نسبة الكلي 50%. الباركينج ساند، إن إحنا غالباً لما بنيجي نصنع القوالب بتاعة الرمل بيتم تقسيم القالب إلى جزئين، ممكن يبقى إلى 3 أجزاء، ولكن إحنا بنتكلم في الصفة العامة إن إحنا بنقسم المسبوك بتاعنا إلى جزئين. فالرمل اللي هو موجود على
الجزء العلوي أو الجزء السفلي من المول ده بنسميه بارتنج ساند. طب ده إيه فايدته؟ أنا لما أجي أجمع الجزئين مع بعض فـ avoid sticking of batter to mold and avoid sticking of coop and drain. يعني كمان شوية هنتكلم على إن النموذج الفلاسك نفسه اللي بحط فيه النموذج وبحط فيه الرمل اللي بجمع فيه الشكل بتاعي بيبقى مقسوم إلى جزئين، جزء بنسميه كوب وجزء بنسميه دراج. فالبارتنج لاين ساند أو البارتنج ساند هو الساند الرمل اللي موجود على الفيس بتاع الكوب والدراج عشان يمنع التلاصق ما بينهم. بروبرتس أوف مولدنج ساند، إيه الخصائص اللي أنا عايزها في المولدنج ساند؟ أول حاجة البروستي أند بيرميابيليتي علشان خاطر أسمح بـ ability to sand أو ability of sand to allow escape of any air gases or which are present or generated in the mold when the molten metal is poured into it. يعني أنا دلوقتي بعد ما أصب المولتن ميتال في القالب الرمل بتاعي محتاج إن يكون الرمل اللي عندي ده مسامي أو فيه نسبة porosity أو permeability نفاذية بحيث إن الهوت جازز اللي بتطلع أثناء عملية سوليفيكيشن تخرج بسهولة وبالتالي المعدن أو البارت اللي عندي يبرد. فلو أبيليتي، إن الرمل بتاعي لما أجي أشكل بيه أشكله أو أضغطه في القالب بتاعي يكون سهل إن هو يتحرك معايا، ما يبقاش عامل زي الأسمنت مثلا. الأسمنت لو اتصلب خلاص مش هقدر إن هو يكون فيه فلو أبيليتي، لا احنا عايزين الرمل بتاعنا هو بعد لما نبدا نضغطه يكون ليه سترنس عاليه، وفي نفس الوقت اثناء عمليه ان احنا بنجمع المولد بتاعنا مع الباترن الرمل مع الباترن عشان نصنع المولد مولد كاميتي يكون في عندي خاصيه الفورميليتي للرمل ده. اللابسابيليتي ان احنا بحيث بعد ما المعدن بتاعنا بيرد جوه الكاميتي يبقى سهل ان انا اكسر المولد المصنوع من الرمل. جرين سترينث بمعنى ان الرمل بعد ما عملنا بيه الكافيتي وحطيناه جوه الفلاسك جوه الكوب وجوه البراك لأ نلاقي ان السترينث بتاعه الرمل تبقى فعلا كافيه ان احنا نقدر نصب فيها مولتن ميتال. بنتكلم عن كاست اير الميلتنج تمبريتشر بتاعته تراوح ما بين 1200 ل 1400 ديجري سيلسيوس، فاحنا محتاجين ان الرمله بتاعتنا تقدر تستحمل الحرارة العالية اللي نازلة دي، لأن المعدن هو منصهر في درجات الحرارة فوق 1000 هنلاقيه بيبقى يعني كأنه بيغلي عمال بيخبط كده في الرملة اللي هي موجودة. فلو الرملة ديت ملهاش سترينث كافية هنلاقي إن الرمل بدأ يحصل له إروجن أو نحر أو الشكل بتاعنا اللي إحنا عايزين نحصل عليه هنلاقيه إن الرمل بدأ يتساقط والكافيتي بتاعتنا بدأت تبوظ. لازم تكون الرملة بتاعتنا أدهيزيف، يعني البارتس او البارتكلز بتاعه الرمل بتبدا ان هي تلتصق ببعضها البعض. كوهيزيفنس ان الرمل بتاعنا يتجاذب مع بعضه بحيث ان هو يدينا برضه مولد متماسك بنسميه كومباكت. ريفراكتورينس ان الرمله بتاعتنا تقدر تستحمل الهاي تمبريتشر ويز اوت بريكنج داون اور فيوجن من غير ما القالب بتاعنا ان هو يتكسر او ان الرمل ينصهر ويدخل مع المولتن. كل ديت خصائص محتاجينها في المولتن. انا في ورشه السباكه بحتاج بعض الادوات فبنقول الكاستنج شوب هاند. اول حاجه اللي هو الشوفل او الجروف ده اللي احنا بنبدا نخلط الرمل مع الاتيكيتس اللي عندي مع الكري مع الملاس اللي اتكلمنا عنه. كل ده بنبدا نعمل عمليه الخلط بالشغل او الجروف. التراوز او التراويله دي بعد ما بدانا نحط الرمل فوق الباترن فانا بحتاج اعمل عمليه فينيشنج للفلات سيرفيس او للكورنرز اللي هي بتبقى جايه بكيرف داخل المولد. فبيتم تسويه السطح بتاع الرمل عن طريق الترابلز
سواء كانت كيرف أو فلات. الليفتر ده فايدته إيه؟ الرافع دوت إن إحنا يعتبر فينيشنج التول. لو في عندي أي أجزاء متكسرة جوه المولد كافيتي فبعمل عملية ريبيرنج للمولد أند فينيشنج ذا مولد ساند. وفي نفس الوقت برضو الليفتر ديت ممكن إن أنا أعمل عملية ريموفنج للوز ساند فروم ذا مولد، يعني بعد ما عملت المولد كافيتي ممكن ألاقي فيه بعض الرمل تساقط فيها فممكن نشيله بالليفتر، أو فيما بعد هناخد البلوينج اللي هو المنفاخ ممكن ننفخ بيه الرمل اللي موجود جوه الكافيتي. الرمل بتاعنا لما بيجي لازم أول حاجة يتنخل، فمحتاجين هاند ريدل. دي فائدتها إن إحنا بنعمل ريدلنج للساند، بنبدأ نعمل ننخل الساند بحيث إن إحنا في سايز معين هو ده اللي إحنا بنشتغل بيه، لأن لو الرمل بتاعنا الحبيبات بتاعته كبيرة أوي فدي هتبقى صعبة إنها تلتصق ببعضها البعض، ودي هتقلل من السترينس بتاعة المولد وبالتالي بيتم استبعاد السايز دوت. فاحنا بنشوف احنا المنخاب المنخل بتاعنا دوت بيبقى ليه احجام مختلفة، بنبدأ نستبعد بعض الاحجام من البارتكلز بتاعة الساند اللي هي مش هتسيب. السترايك اوف بار دي فايدتها ان انا بعد ما بجمع بحط الرمل فوق الباتر وبتبقى موجودة داخل الفلاسك، فبعمل ازالة للإكسس ساند أو بعمل إزالة للرمل اللي موجود وببدأ أنعم بيها الجزء بتاع المولد. الفنت واير ده سلك نفس، ده فايدته إن أنا بعد ما بكون خلاص جمعت الشكل بتاعي وحصلت على المولد كافيتي ببدأ أخرم جوه الرمل سلك بسلك النفس عشان خاطر أعمل فنت للجازز، إن أنا بعمل فتحات يخرج منها الهواء السخن اللي بيطلع أثناء عملية السولديفيكيشن. في الرامرز دي فائدتها إن أنا بدق بيها الرمل في المولدينج بوكس عشان خاطر لو في أي لوزنس أو أي مسافات بعيدة ما بين الرمل لا تتم إن إحنا نضغطها ويكون الاسترينس بتاعت المولد مناسبة لعملية الصب. السواب دي فرشة توسيع بوسع بيها حوالين الباترن قبل ما بشيل الباترن من الرمل بحيث ان انا ما بوصش المولد كافيتي اللي بعملها بالنموذج الخشب. سبروبن دي فايدتها ان احنا دلوقتي عايزين نصب المعدن المولت ميتال للمولد كافيتي، فبيتم صب المعدن في تجويف مخروطي، فالسبروبن دي بتبقى تيبرد رود، يبقى ده كده عبارة عن رود ولكنه مسلوب، ممكن يبقى مصنوع من الود أو الأيرن، وبيتم دكه في الرمل بعد كده بستخرج السبروبين بحيث إن هي تطرق مكانها الكافيتي وبنسميها فيما بعد سبرو. دي بيبقى المعدن المنصهر بيتصب من خلال السبرو، بس السبروبين بتعمل إيه؟ هي بتعمل الكافيتي بتاع السبرو بيبقى في شكل مسلوب. في عندنا السبايك وردروبين دي فائدتها ان انا بستخرج بيها النموذج الخشبي من الرمل بحيث يبقى ليها جزء مدبب باخبطه في الباترن وبعد كده برفع بيها النموذج من الرمل. احيانا لو انا بستخدم ميتال باترن، يعني الباترن بتاعنا مصنوع من المعدن، فببدا اعمل فيه الوز بحيث ان انا بجيب سبايك أو دروبين بيبقى في الجزء الأخير بتاعها بدل ما هو مدبب فقط لا بيبقى معمول في ثريد بحيث إن أنا ألف القلاوز دوت في الميتال باترن وأستخرج الباترن من الرمل. في عندنا السلايك، السلايك بعمل بيه عملية الفينيشينج وعملية ريبير للمولد سيرفيس السطح بتاع القالب بتاعنا بعد ما بشيل الباترن. من بعد ما بشيل الباترن ممكن ما اجي ازيل الباترن من الرمل، ممكن تحصل ان بعض الاماكن الرمل فيها يتكسر او حاجه فببدا اصلحها عن طريق السلايد. ده بيبقى فيه جزء منه ستريت وبيبقى الناحيه الثانيه تبقى في شكل كيرف او في شكل سبون في شكل علاقه،
يبقى ده بستخدم الجزء السبون لو عندي كورنرز او كيرفس، وبستخدم الشكل اللي هو الفلات عشان خاطر الاجزاء العدله اللي عندي في الكافيتي. البيرو بقى اللي هو المنفاخ احنا اتكلمنا عنه من شويه، ان انا ممكن بستخدمه ان انا بنفخ بيه اللوز بارتكلز، الرمل الزياده اللي موجود جوه الكافيتي، فبحيث ان الكافيتي المونت كافيتي بتاعتنا تبقى يعني فيري سموث، والبارت بعد ما يحصل له سوليديفيكيشن المولد ميتال هيتصب في المولد كافيتي، فبعد ما يحصل تصلب نلاقي ان السطح بتاعنا ناعم بقدر الامكان، لان لو في ذرات رمل موجوده على المولد كافيتي فهتؤدي الى ان تعلم في الكاستنج او المسبوك اللي هيخرج من الرمل. الكاستنج تيرمز هنلاقي ان في عندنا الفلاسك دوت ممكن يتصنع من الميتال او ممكن يتصنع من الخشب، وده عباره عن فريم، والفريم ده مجوف وبينقسم الى جزئين، الجزء العلوي بنسميه كوب والجزء السفلي بنسميه دراك، وبحيث ان الباترن بقى النموذج الخشبي بتاعنا او النموذج المصنوع من المعدن. قلنا امتى نصنع النموذج من المعدن؟ بستخدم الميتال باترن في حالة الإنتاج الكمي، لأن أنا في الخشب لما ببدأ أستخدمه مع الرمل فترات طويلة بيبدأ يحصل له تآكل، ولذلك يفضل في الإنتاج الكمي إن أنا أستخدم باترن مصنوع من المتر. فالباترن ده بيبقى قلنا مصنوع يا إما من الود أو المتر، وبيبقى واخد شكل البارت أو البرودكت اللي إحنا عايزين ننتجه، بحيث ان انا بحطه جوه، بحط نص منه جوه الكوب والنص التاني موجود جوه الدراج، وبجمع الرمل حواليهم بحيث ان يبدا في النهايه يديني المولد كافيتي او الفراغ اللي موجود جوه الكوب والدراج بعد ازاله الباترن. البارتنج لاين ده الخط الفاصل ما بين الكوب والدراج اللي هم الجزئين بتوع الفلاسك. البورينج بيزن او الكب اللي هو موجود في اعلى جزء في الكوب، بحيث ان انا باجي اصب من البدل اللي هي البطء الوسيطه بصب منها المولتن ميتال في البورينج كاب او البورينج بيسن، بعد كده بيبدا ينزل المولتن ميتال في السبرو. لو خدنا بالنا هنلاقي ان السبرو اللي عملناه بالسبرو بن بشكل تيبر، بحيث ان الجزء العلوي اللي فوق بيبقى الديامتر بتاعه كبير والجزء السفلي الديامتر بتاعه اصغر. دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني ان انا بقلل التربلنس اللي موجوده في المولتن ميتال، لان انا بصب معدن صاهر في درجات حراره عاليه، فالمعدن ده بيبقى نازل عايز يكسر في الرمل، فلما بدفعه او بخليه هو يتحرك في المسار بتاع مسلوب الاسبوع، فبنلاقي ان المعدن بتاعنا بدا التربلنس بتاعته تقل. يبقى البورنج بيزن ده عباره عن سمول funnel شيبت كافيتي at the top of the mold، ودي اللي احنا بنصب فيها المولتن ميتال. والسبرو هو الباسج، ده الممر بتاعنا، الباسج ثرو which is a molten metal go، يبقى الممر اللي بيتحرك فيه المولتن ميتال. طبعا لو جينا بصينا على السبرو دوت هنلاقيه بيبدا إيه؟ عشان نوصل للمولد كافيتي اللي عندي ببدا ان انا اعمل حاجه اسمها رانر. يبقى الرانر ديت بيبقى متوصله بالسبرو، السبرو الكروس سيكشن بتاعه عباره عن سيركل، انما الرانر هنلاقي الكروس سيكشن بتاعها عباره عن سكوير اللي هو مربع، بحيث ان المعدن يبدا يتحرك لغايه ما يصل للمولد كافيتي. طبعا المولد كافيتي لما نيجي نبص في الشكل بتاعنا هنا كده هنلاقي في حاجه اسمها رايزر. رايزر ده ايه فائدته؟ ده بيتم تصميمه ان هو يبرد بعد الكاستنج، وليه طرق في الحساب بتاعته بناخدها في ماده السباكه في قسم الميكانيكا. فالرايزر احنا قلنا التصميم بتاعه ان هو يبرد بعد المسبوك، بحيث ان الرايزر ده يعتبر ريزرفوار اوف ذا مولتن ميتال، ده خزان للمولتن ميتال، ان هو بيقعد يمد الكاستنج كل شويه بمولتن ميتال، كل ما الكاستنج يبرد بيحصل له شرينكج يبدا يديله مولتن ميتال، بحيث ان احنا نتجنب اي ديفكت تحصل داخل المسبوك. الجزء الاصفر اللي عندنا هنا ده اللي هو من الكور، يبقى ده قلنا الكور ده بيتصنع من الرمل، ده لو انا عايز احصل على كافيتي او هولو شيبس في المسبوك اللي هيطلع، فبتم بيتم تثبيت الكور دوت داخل الرمله
بحيث ان المعدن يبدا يملى كل الكافيتي ديت، ولكن يجي عند الكور يلاقي فيه رمل فما يبداش ما يملهاش. وبعد ما المعدن بيتصلب بكسر الرمله بتاعه الكور، فهنلاقي فيه مكانها كافيتي. يبقى الرانر ديت عباره عن شانلز دي بتبقى متوصله بالسبرو وبتبدا توصل للمولد كافيتي. طبعا المولد كافيتي ديت في نهايه الموجود في عندي حاجه اسمها جيتس. يبقى الجيتس ديت دي شانل اللي هي موجوده قبل المولد كافيتي ومتوصله بالرانر. وقلنا الرايزر ده فائدته ايه؟ بيعتبر ريزرفوار للمولتن ميتال، ومتصمم ان هو يبرد بعد ما المسبوك بتاعنا يبرد، بحيث ان هو يمد المسبوك بالمولتن ميتال لو حصل له شرينكج او سوليديفيكيشن. الكور قلنا الكور ده عباره عن ساند، عباره عن قالب من الرمل، فائدته ان هو بيمنع دخول المولتن ميتال في الاماكن المحدده داخل الكافيتي، بحيث ان انا احصل على هولو بارتس او اجزاء فيها توب او كافيتي. والفنت ديت اللي احنا بيتم تصنيعها بسلك النفس، وديت عباره عن سمول اوبننج ان ذا مولد تو فاسيليتيت اسكيب اوف اير اند جازز، عشان نسهل خروج الهواء السخن او الجازز. ولما نيجي نبص على المولدنج بوكس ده الشكل بتاعنا، اللي بيتصنع من اللي هو الفلاسك، بيتصنع من وود او ميتال، وبينقسم الى جزئين، الجزء الاول اللي هو الكوب والجزء السفلي اللي هو الدراج. في عندنا حاجه اسمها لاجز، اللاجز ديت بمسك بيها الاجزاء بتاعه الفلاسك، ممكن ان احنا نثبتها ببن عشان خاطر يكون الشكل بتاعنا متماثل. فالمولدنج بوكس دي بيتم تصنيعها من الوود او الستيل، وبتبقى عباره عن جزئين اللي هو الكوب والدراج.